منسوب التفاؤل في شأن الاتفاق النووي بين طهران والغرب لا يزال مرتفعاً، ومما يضفي مزيداً من الإيجابية على هذا الملف التصريحات الإيرانية عن توفير الأرضية في فيينا لاتفاق مربح للجميع. في الجانب الآخر، محاذير إيرانية وربط الحل بما تصفه طهران بجدية الغرب ورفع العقوبات. فهل الدخان الأبيض اقترب في فيينا، وماذا عن مخاوف السلاح النووي؟ ضيفنا الليلة من فيينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا البروفيسور هاينز غارتنر. سيد هاينز، أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. بداية، السؤال اللي يطرح أمام هذه التطورات الغامضة، لماذا لا تقابل هذه التصريحات الإيرانية الإيجابية تصريحات أمريكية مشابهة؟ ألا ترى واشنطن أن الاتفاق لربما اقترب؟ نعم، ولكن المفاوضات الآن تمر في مرحلة حساسة، وهذا الغموض يمكن تفسيره كنجاح ولكن أيضا كفشل، وبالتالي يجب أن يكون هناك حل سياسي. الآن عادت الوفود إلى عواصمها، وهذا يعني أن الخبراء ما زالوا موجودين في فيينا لإجراء المناقشات، وهذا يعني أن المناقشات التخصصية وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها القرارات السياسية ضرورية. يمكننا أن نتوقع في المستقبل القريب وجود إعلانات بشأن حل القضايا والإشكالات المتبقية أو فشل المفاوضات، ولكن بدون شك الخبراء يحاولون أن أو هناك محاولات للبحث عن كبش فداء ليلوم كل طرف منهما الآخر، ولكن نحن الآن نمر في مرحلة حاسمة. وحتى الساعة لا نعرف الكرة في ملعب من. سيد غارتنر، كبير مفوضي إيران بمحادثات الاتفاق النووي علي باقري يقول أنه تم توفير الأرضية في هذه المفاوضات لاتفاق مريح للجميع بشرط حسن نية وجدية الغرب. لم نجري بعد مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين كما يقول علي باقري، وهناك قضايا مهمة لم يتم التفاوض والاتفاق بشأنها بعد، ويضيف أنه من حق طهران أن ترفع عنها جميع العقوبات، والطرف الآخر وافق حتى الآن على رفع بعضها فحسب. هل يمكن سيد غارتنر تعويل على مفاوضات تجري حتى الساعة بغياب المفاوضات المباشرة ما بين الجانبين؟ يعني الولايات المتحدة حددت الفترة المتبقية بأسابيع معدودة فقط على أصابع اليد الواحدة كما أتذكر، هل يمكن لكل ذلك أن يحصل بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة، بالإضافة إلى حل هذه العقبات التي لا تزال موجودة خلال هذه الفترة القصيرة؟ نعم، أعتقد أن هناك إشكالات ما زالت متبقية بما فيها الضمانات وأيضا رفع العقوبات على إيران، وكيف سيتم تنفيذ القرارات على أرض الواقع. ولكن يجب أن أقول أن كل هذه الإشكالات هناك مقترحات مقدمة للتعامل معها، وأعتقد أن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الآن تناقش شروط المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ومكان حدوثها. على الأغلب لن تحدث في فيينا، وإنما ربما في أحد الدول العربية الأخرى. وبالتالي أود أن أذكركم أيضا أنه قبل اتفاق عام 2015 بين الوفد الأمريكي تحت إدارة أوباما والوفد الإيراني حدثت في عمان. بالتأكيد تم تجاوز الأوروبيين، وهذا قد يحدث مرة أخرى،
أوروبيين ربما يكون لهم دور أقل هذه المرة أيضا. لكن نحن اليوم أمام يعني مطالب من قبل الجانب الإيراني ومطالب أخرى من قبل الولايات المتحدة. طهران تطالب بهذه التنازلات أو بانتظار أن يذلل الغرب العقبات المتبقية، فيما تقول واشنطن بأنه على إيران أن تعود إلى الخطة المشتركة. الكرة في ملعب من سيد غارتنر، أم أن الخطوة ستقابل بخطوة أخرى من الجانب الآخر؟ أعتقد أن الكرة في ملعب الطرفين، فهناك مناقشات ونقاط قوة للطرفين، وعلى الطرفين أن يقوما باتخاذ قرارات، وهذه القرارات سيتم اتخاذها الآن في العواصم. والقضايا المتبقية كما ذكرت مثلا أن الأمريكيون يريدون رفع بعض العقوبات فقط، بينما إيران تريد رفع كل العقوبات، سيكون هناك مساومات، وربما تكون هناك أولويات. على سبيل المثال بالنسبة إلى إيران، أولوية القطاع النفطي وقطاع البنوك والمصارف، وبالتالي يمكن التركيز على هذه المحاور. وقد تكون هناك حزم أو يتم تجميع على شكل حزم يتم تطبيقها حزمة تلو الأخرى، وبالتالي هناك قضايا ومشكلات كثيرة يتم مناقشتها على الطاولة المناقشات الآن، وكلا الطرفين يجب أن يركز على هذه الأمور في الوقت نفسه والتوصل إلى قرار. إذا قرر أن الوقت يمر بشكل سريع، ربما حينها ستفشل المحادثات، ولكن هذه الضغوطات وتوجيه أصابع الاتهام لكل طرف من الآخر، الهدف منها هو حث الطرف الآخر على اتخاذ قرارات. بطبيعة الحال سنكون بمتابعة لهذا الملف، وسنتساءل دائما إلى أي مدى يمكن لهذه القضايا التي لم يتم التفاوض عليها بعد أن تعيق لربما القرارات السياسية المطلوبة في هذه المرحلة. شكرا جزيلا لضيفنا من فيينا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا، البروفيسور هينز غارتنر.